السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ده اول فيديو في سنة 2020، ويا رب السنة دي تكون سعيدة عليكم. وانا حبيت ابتدي معاكم السنة دي بفيديو خاص كده، تقريبا احنا ما عملناش ولا مرة فيديو اسئلة. كنا دايما بننزل البوست بتاع الاسئلة، وفي نفس الوقت ما بعرفش اعمل الفيديو، فكان الموضوع بيضيع مني. لكن خلاص اخيرا هو ده فيديو الاسئلة. خلوني بقى دلوقتي قبل ما ابتدي معاكم في اجابات الاسئلة، انا هجاوب على كل الاسئلة بدون خطوط حمراء، زي ما انا فعلا قلت لكم. يعني هجاوب على سني، بتقبض كم الشركات، بتاخد كم اليوتيوب، بتعمل ايه بالظبط، اول مرة بدأت فيها امتى، كل الكلام ده انا هجاوب عليه. ولكن دلوقتي لازم تنزل تديني رايك، وكمان تشارك رايك في الكومنتات، لان انا بصراحه ليا اعتاب عندكم. ليه ما بتدوش لايك يا جماعه للفيديو، رغم ان عدد المشاهدات بيبقى كتير جدا، ومع ذلك بلاقي الناس تحت معجبه بالفيديو قوي، لكن ما بتديش لايك ليه؟ عندك مشكله؟ انزل ادي لايك، ولو ما عجبكش بعمل ديسلايك، وكمان شاركني رايك تحت في الكومنتات. انا محمد طيب، يلا بينا. يلا بينا. وخلونا يا شباب ابتدي معاكم باسئله اليوتيوب اللي احنا خدناها من على اليوتيوب كوميونتي، فانت لازم برضو تتابعها باستمرار. واول سؤال من زياد محمود بيقول لي: اسمك وسنك وعنوانك وكليتك وبتشتغل ايه؟ خلونا ناخدها معاكم كده. انا اسمي ثلاثي محمد مصطفى طايل. انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل جرافيك ديزاينر، يعني انا بشتغل مصمم جرافيك في شركه خاصه بعيده خالص عن مجال اليوتيوب. انا بشتغل في شركه جرافيك، واليوتيوب ده يعتبر مش دخلي الاساسي اطلاقا. سني انا 26 سنه، انا مواليد 27/5/1994. اما بالنسبه لعنواني فانا ساكن في الجيزه. اما كليتي بقى فهي انا خريج كليه اقتصاد وتجاره خارجيه جامعه حلوان. اما بالنسبه بقى عن حياتي وازاي بدات على اليوتيوب والقصه كلها اللي انتوا كنتوا حابين تعرفوها واللي انا حابب اعرفها لكم دلوقتي، انا بدات في اليوتيوب بالظبط من حوالي 2013. كانت عندي قناة تانية باسم عرب تك، واكيد طبعا في منكم كتير جدا سمعوا عن القناة دي، وفي ناس من القناة القديمة موجودين هنا، ربنا يبارك لهم يا رب، ومدعميني باستمرار. فانا بدأت عليها وكنت بنشي عليها المحتوى ده في 2013، ايام ما كانش فيه اي حد اصلا موجود على الساحة الا عدد بسيط جدا من اليوتيوبر. ولكن انا رحت فين او ليه اتشهرت مؤخرا؟ لان انا تقريبا عملت فيديوهات لحد 2014، وكنت بنزل فيديو كل كام سنة مرة كده ولا كام شهر مرة، عبال ما بجيب موبايل جديد كنت بعمل له فيديوهات. يعني ما كانش فيه اي تواصل اطلاقا مع الشركات في الفترة دي. واخيرا وصلت كده في 2014 اللي انا خدت قرار ان انا ابعد عن اليوتيوب. معرفش ليه ساعتها، بس انا خدت القرار ده وخدت ان انا ابعد، وبعدت فعلا تماما. وكنت شغال في مجال ان انا بشحن منتجات من بره، يعني انت بتديني فلوس وانا اجيب لك المنتج اللي انت عايزه. كانت حاجه كده جنب الدراسه مع شغلانه الجرافيك بتاعتي. انا كنت برضه ايام الدراسه شغال جرافيك ديزاينر، وكنت بقدر ان انا اجمع منها مصاريفي الخاصه بنفسي. ومع ذلك انا طلعت بره اليوتيوب وما رجعتش الا في 2018. انا عودتي في اليوتيوب كانت شهر 6/2018، فرجعت يعني يعتبر بدايه كانت متاخره جدا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهو ده اللي حصل في الوقت ده. ولما رجعت انا كنت 300 مشترك. بدات قناه اللي هي ريفيو ستور، اللي اتحولت بعد كده باسمي محمد طايل. وقناه ريفيو ستور دي بدات ان انا انزل عليها بعض المراجعات زي ميتل لايت وبعض الاجهزه زي الاتش سي اللي احنا عملنا له برده مراجعات، وكان التصوير عباره عن تصوير بسيط جدا وما كانش فيه اي حاجه خالص. انا كنت بستخدم ترايبود، والموبايل الخاص بيا ساعتها مش متذكر كان اسمه ايه، ولكن كان متوسط يعني ما كانش فلاج شيب خالص. وكنت بستخدم الورق بتاع مكتبات سمير وعلي، كنت حاطه عندي على الحيطه وبحطه عندي هنا على المكتب. ما كانش فيه ترابيزه ولا استوديو ولا الكلام ده خالص، ولا حتى كان فيه اضاءات سوفت بوكس ولا اي حاجه. انا كنت عامل اضاءات يدويه، ودي اللي كملت معايا فتره كبيره جدا في القناه. اضاءه يدويه كده عباره عن لايت بانل بستاند، وكنت بحطه وببدا اصور عليه. ما كانش فيه اي تعامل اطلاقا مع الشركات في الفتره دي، لحد ما وصلت ان اول شركه اتعاملت معايا هي شركه اوبو عن طريق اندرو نبيل، ودي حاجه يعني كانت طفره قويه جدا بالنسبه لي. وبدايه الشركات اتعاملوا معايا وانا 300 مشترك، يعني وانا عندي 300 مشترك الشركات بداوا ان هم يتواصلوا معايا. واول شركه كانت اوبو، واندرو فعلا صدق وامن ان هيكون في يوتيوبر من يوم من الايام اسمه محمد طايل. وبالفعل بدات معاهم. وبعد مراجعتي للاوبو الاف 7 او حتى تشاومي ريدمي نوت 5 اللي كنت جايبه على حسابي، القناه رفعت من 300 مشترك ل 15000 مشترك. ولكن الحمد لله المسيره كملت لحد ما وصلنا ان النهارده يبقى في استوديو، يبقى في حاجه كبيره جدا. لو عايزيني بعمل لكم فيديو بحكي فيه بالظبط التفاصيل بتاعه القناه وافرجكم الاستوديو اللي اتنقل
من البساطة لحد ما بقى استوديو كامل النهاردة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ندخل بقى على تاني سؤال، وهو من أدهم محمد، بيقول لي ازاي بدأت على اليوتيوب، يعني التصوير كان كاميرا ولا فون والكلام ده كله، وهو اليوتيوب مكلف. انا قلت لك دلوقتي يا محمد بدايتي مع اليوتيوب كانت عاملة ازاي. اما بالنسبة للجزء التاني من سؤالك اللي هو اليوتيوب مكلف، طبعا اليوتيوب مكلف جدا، ولكن انا دايما بنصح الناس اللي بتبتدي، والله 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 صدقني، اوعى تصدق اي حد بيقول لك لازم تبتدي بامكانيات عاليه. لا، ده بيكذب عليك، لانك مش عايزك تدخل معاه فتزنقه في الحته بتاعته. اليوتيوب لسه محتاج ناس، سواء في مجال الموبايل، في اي مجالات تانية، مش شرط تدخل في مجال الموبايل، لا تقدر تدخل في اي مجال انت بتحبه. شوف هوايتك راحه فين واشتغل على نفسك فيها. يكفيك جدا موبايل يكون كاميرته كويسه، ترايبود بتاعك يكون معاك كله على بعضه ب250 جنيه، واتنين لايت بانل مش هيكلفوك 700 جنيه، تقريبا الحسبة كلها انت محتاج 1000 جنيه والموبايل بتاعك وفقط لا غير، تقدر تبتدي يوتيوب وتطلع كواليتي نظيفة جدا. فابتدي يوتيوب بأقل التكاليف، ما تبصش لأعلى التكاليف، ابتدي بكاميرا موبايلك هتبتدي معاك بشكل كويس جدا، وأنا إن شاء الله هعمل لكم سلسلة عن الموضوع ده بنتكلم فيها بشكل تفصيلي. أما بالنسبة لمحمود 863، هو اسمه كده، بيقول لي ما رأيك بمعالجات ميديا تيك الجديدة، وهل راح تكون منافسة لسناب دراجون؟ بصراحة يا محمود، أنا بعد ما استخدمت المعالج اللي هو الجي 90 اللي موجود جوه الريدمي نوت 8 برو، أنا بصراحة لا، معالجات ميديا تيك هتنافس، وهتنافس في قوة، وخاصة من ناحية الألعاب، لأن الفئة الجديدة دي مخصصة أصلا للجيمرز والناس اللي بتلعب على الموبايل بشكل كبير، فهي هتنافس سناب دراجون، ولكن لسه معالجة الكاميرات مش هتقدر زي سناب دراجون بصراحة. عندك حسين برو بيقول لي انا ملاحظ انك متعاقد مع كل ما يخص اوبو او فيفو او ريلمي، هل هذا هو صحيح؟ ومتى اتك اول دعوة؟ اول دعوة جات لي انا كانت وانا 300 مشترك، جات لي من شركة اوبو لحضور مؤتمر F7، واشتغلت معهم ان انا خدت الجهاز صورت عليه ورجعته مرة تانية. اما بالنسبة لجزءك الاولاني ان انا بتعاقد مع اي حاجة فيها اوبو او ريلمي او فيفو او مجموعة بي بي كي عامة، مش كده، بس الشركات بتنزل فعارفين ان في مجموعة من اليوتيوبر، فبييجوا بيكلموني احنا عندنا اجهزة عايزينك تراجعها، والله بياخد الجهاز، محدش بيقدر يقول لي ولا تقول ميزة ولا عيب، انا باخد الجهاز بطلع مميزاته وبطلع عيوبه. اما من حتة يعني لو انت قصدك انا ليه بمين فوكس على الحته دي، لان مجموعه بي بي كي من المجموعه الشاطره جدا، تعالى كده بص، سواء وان بلس او اوبو او ريلمي او فيفو، زي ما انت بتقول مش هتلاقي نسبه المرتجعات في المجموعه دي كبيره خالص، على عكس شركات تانية بالله عندهم نسبه المرتجعات كبيره، اول ما يعدي على التليفون 6 شهور مايك بقى يبوظ، سماعه يبوظ، يعني ما قدرك الله. فيعني الى حد ما مش بفضل الشركه دي، ولكن بفضل اي منتج نسبه مرتجعاته قليله. بالنسبه بعد كده لمينا جونيا، انا مش عارف اقرا الاسم قوي، او جوجان يعني مينا، بيقول لي هل بتقدر تعمل تجربه كامله على اجهزه وتقول رايك ومراجعتك، ولا بتبقى مجرد تجربه مبدئيه بس وممكن بعد وقت يكون ليك راي تاني، وهل انت بتحب اكتر شركه وايه اكتر موبايل محبب ليك؟ طيب خليني كده، السؤال ده مكون من 3 اسئله. اول سؤال، انا بقدر اعمل تجربه كامله ولا راي مبدئي؟ اول ما الجهاز بيجي لي، يمكن انتوا تلاحظوا ان دايما مراجعاتي انا اللي بتبقى متاخره، وده لسبب واحد، لان انا ما اقدرش اخد جهاز من شركه 3 4 ايام واقلبه، ما اقدرش، لان دي تجربه مبدئيه ما بلحقش اكون فيها رايي بالكامل. ولكن ان كيس ان حصل ده، يعني لو افترضنا ان ده حصل، لازم هتلاقوا الجهاز اللي انا يعني كانت مراجعته بالنسبه لي فتره قليله كده 3 4 ايام، هتلاقوني بعديها بشهر بنزل مراجعه تفصيليه عن الجهاز بقى بشكل كامل، زي اللي حصل في المي 9 تي من شاومي، زنقونا في مراجعه الجهاز ده بشكل مش طبيعي، ومع ذلك انا كمان رحت واخد الجهاز، وبعد شهر تاني عملت له مراجعه وقلت ان الجهاز قعد معايا شهر، وبدات اقول المشاكل والعيوب والمميزات اللي ظهرت معايا ولسه عند رايي ولا لا. اما بالنسبه للجزء الثاني من سؤالك اللي هو انت بتحب ايه اكتر شركه، انا مش بحب اي شركه في الدنيا خالص غير الشركه اللي هتقدم خدمه ما بعد البيع كويسه، نسبة مرتجعات قليلة، وهتقدم قيمة مقابل سعر للعميل، دي الشركة اللي أنا بحبها. أما بالنسبة عن أكتر موبايل محبب ليك، فيعني هجاوبك عليها قدام شوية في الفيديو، عن لما أجي أتكلم عن أفضل تليفون أنا اخترته يكون تليفوني السنة دي. أما بالنسبة بقى لعمر لشين، بيقول لي السلام عليكم يا أفضل مراجع، سؤالي هو إن أنا أجيب موبايل ريدمي نوت 8 برو ولا ريدمي 5 برو، مش مشكلة لو في فرق في السعر قليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر، ربنا يخليك، تسلم، الله يعزك. ولكن بالنسبة لموضوع النوت 8 برو أو ريدمي 5 برو، النوت 8 برو تجيبه في حالة واحدة بس، لو أنت محتاج أداء للألعاب فقط، يعني لو أنت هتلعب على الموبايل كتير هات نوت 8 برو، لكن لو انت بقى عايز موبايل متكامل اكتر، الكاميرات بتاعته افضل، السوفت وير بتاعه اسلس،
عايز جهاز يعني يعتبر من واضح اللي انا شفته ان هيكون مرتجعاته اقل بكتير جدا ومشاكل تصنيعه اقل بكتير جدا، فاروح مع الريلمي 5 برو. اما بالنسبه بقى للسؤال الثاني الكبير كبير، منور يا كبير، جميع الكاميرات بمستشعر 48 ميجا بكسل ونفس فتحه العدسه وكمان نفس المعالج، ولكن كل جهاز مش زي الثاني، طب تعرف افضل كاميرا ازاي اثناء الشراء؟ طيب مبدئيا كده كل الكاميرات اللي نزل ب 48 ميجا بكسل المستشعر بتاعها لاما كاميرات بتكون مثلا معموله في البيننج بيكسل او اللي هي تجمع البكسلات مع بعض في صوره واحده وهكذا، وده اللي هو الترند اللي ساد في خلال 2019، ولكن المعالج بيكون واحد ولكن السوفت وير بتاع كل موبايل مش واحد، بمعنى ان انت الكاميرا مستشعرها هو هو، المعالج هو هو، يعني انا عندي جهازين A و B، الجهازين دول بنفس المستشعر بنفس المعالج ولكن السوفت وير هنا مختلف، والسوفت وير يا جماعه بيتحكم بنسبه حوالي 70% من الصوره، يعني في 70% من الصوره اللي بتطلع لك بتبقى معالجه سوفت وير اصلا، وال 30% الباقيين على المستشعر وعلى معالجه المعالج اللي موجود جوه الجهاز، لكن السوفت وير بيتحكم بنسبه كبيره قوي. هات لي سوفت وير وحش ولوجاريتمات التصوير فيه وحشه جدا وحط عليه معالج كويس جدا ومستشعر حلو قوي، الصوره برده مش هتطلع حلوه، وعلشان كده بنقول ان ده هو اللي مميز يعني شركه ريلمي شويه واوبو ومجموعه في بي كي عامه، ان هم بيحبوا يلعبوا بالتصوير كويس جدا وهم شاطرين بصراحه في لوجاريتمات التصوير. اما بالنسبه لكريم احمد بيقول لي امتى هتتجوز؟ نعم يعني ازاي يعني، السؤال ده اتكرر كتير جدا سواء على انستا او على اليوتيوب او على الفيسبوك، كل الناس هتتجوز امتى؟ انا هتجوز يا جماعه اول ما الاقي ان شاء الله بنت الحلال اللي هي تكون مناسبه لافكاري، لان خدوا بالكم برضو دي نصيحه بديها لكل اصحابي واخواتي اللي موجودين دلوقتي وبيشوفوني، اوعى تفكر في يوم من الايام ان انت تتجوز اي حد من غرض الجواز وخلاص، يعني انا النهارده مش هتجوز عشان عايز اتجوز، لا مفيش كده، اصل انا النهارده هتجوز عشان سني كبر، ان شاء الله يا رب سنك يوصل 40 سنه. اوعى مره تاخد قرار في الجواز بالذات وانت مش مقتنع بيه، خد الانسانه اللي هتبقى متوافقه معاك فكريا واجتماعيا وكل حاجه عشان تقدر تعيش معاها بشكل كويس. اما بالنسبه لابو يوسف بقى بيقول لي بتعتمد على التقييم في اي موبايل ليك، البطاريه ولا المعالج، وهل اليوتيوب مصدر دخل ولا في شغل تاني؟ خلونا نبتدي باخر بقى السؤال، انا في شغل تاني، ايوه انا جرافيك ديزاينر وفيلم ميكر في شركه خاصه، يعني اليوتيوب مش مصدري دخل اساسي، ويمكن ده اللي بيخليني ان انا اتاخر في نزول الفيديوهات، ولكن ان شاء الله هنزود فيديوهاتنا الفتره اللي جايه كبيره قوي. اما بالنسبه عن اليوتيوب مصدر دخل، والله بص اليوتيوب لحد دلوقتي في مصر لا مش مصدر دخل خالص. اما بالنسبه انا بعتمد في الموبايل على تقييمي بايه، لا والله على حسب، يعني كل موبايل وبيبقى ليه اهميه، زي ما تيجي شركه تقول لي انا بطاريه موبايلي 5000 ملي امبير، بقوم انا جايب الموبايل اختبره هل الجهاز فعلا 5000 ملي امبير ولا لا، لكن مش بعتمد على تقييم الموبايل كله على بطاريه ولا معالج، لا انا بعتمد ان الشركه بتقول لي والله انا الواو فاكتور بتاعتي بطاريه، انا المعالج بتاعه قوي، طب اجرب بقى المعالج بتاعك في الالعاب واشوف فعلا هل المعالج ده كويس ولا لا زي ما الشركه بتدعي، هو ده اللي انا ببدا اقول عليه الموبايل ده حلو ولا وحش، اللي هي الشركه بتقول لنا انا يعني مركزه على نقاط معينه، انا بختبر النقاط دي لو حلوه تمام، مش حلوه بقدر اقول الموبايل لا وحش وبيخالف المميزات اللي الشركه بتعلنها. احمد عبد الفتاح، ايه الفرق بين الشاشه الاملود والسوبر املود؟ وعايز اعرف ازاي اقدر احافظ على بطاريه موبايلي اطول فتره ممكنه، وتحياتي لك من اسكندريه. تحياتي ليك يا عبد الفتاح واحمد عبد الفتاح انت وكل اهل اسكندريه. اما بالنسبه لاول سؤال ازاي ان انا اقدر احافظ على بطاريه موبايلي، انا كنت عملت فيديو تفصيلي عن ازاي ان انت تقدر تحافظ على موبايلك والشائعات اللي بتحصل بقى اول ما تاخد الموبايل يقول لك ايه افصل الموبايل على طول وشحنه لمده 6 ساعات، كل الخرافات دي انا اتكلمت عليها في فيديو منفصل هتشوفه في الاي اللي هنا او هنا. اما بالنسبه بقى عن الشاشه الاملود والسوبر املود، هو الفرق بينهم مش كبير جدا، ولكن زي ما احنا قلنا هو تحديث، السوبر املود دايما بتبقى تحديث للاملود، والموضوع ده طويل جدا ويطول شرحه، ولكن انا برضو اتكلمت عن الموضوع ده باستفاضه في سلسله كبسوله تك، هتلاقي الاي بتاعتها هنا او هنا. طيب كده خلصنا الاسئله بتاعت اليوتيوب، ندخل بقى على اسئله الفيسبوك. من احمد عبد القادر بيقول لي حاسس انك معاك في المجال ده منافقين ومدعين الفضيله، انت بتحرجني صح؟ ولكن معانا في المجال ده منافقين مدعين الفضيله، معانا في المجال ده ناس بتطلع قدام الكاميرا تقول حاجه ورا الكاميرا بتقول حاجه تانية خالص، معانا في المجال ده منافقين كتير، بيجي في وشك بيقول حاجه من وراك بيتكلم عليك وعايز يزقك ويطلعك بره المجال اصلا، موجود والصراع كبير، صراع موجود. منى مصطفى بالتوفيق ليك يا رب، شكرا يا منى، دي جماعه من الناس التوب فان عندنا على البيج، فانت لو عايز تبقى توب فان برضو لازم تتابع لينك الفيسبوك تحت سبولك في الديسكربشن. اما بالنسبه لمحمد ياسر بيقول لي هتعمل مراجعه على شاومي كي 30، انا بالفعل يا جماعه عملت مراجعه على شاومي الريدمي الكي 30 والحمد لله جبناه وقعد معانا هنا
في المختبر وعملت له مراجعه تقدروا تشوفوها من الاي اللي هنا او هنا. عفيفي ناصر بيقول لي محتاج رايك مين فيهم الافضل المي 9 تي لايت ولا ريلمي اكس تي؟ لا طبعا اشتري الريلمي اكس تي. علي ابو طالب انا اسف جدا علي ابو طالب بيقول لي اول مره احس ليا قيمه وانا يا علي فخور جدا ان انت مشرفني وحد من المتابعين عندي فدي حاجه تشرفني كتير جدا. حسين احمد بيقول لي موبايلك الشخصي نوعه ايه وايه اكتر شركه بتحبها وايه اكتر شركه محترمها في السوق المصري؟ يا جماعه اللي فيكم تابعني كويس جدا هيكون عارف ان انا موبايل الشخصي هو وان بلس 7 برو والموبايل ده انا مرتاح معاه جدا وعامل لكم فيديو بقى عن تجربه استخدامي ليه بعد مرور 7 شهور فيا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. اما بالنسبه عن اكتر شركه انا محترمها في السوق المصري انا بصراحه بحترم اي شركه وبحب اي شركه تدي تجربه استخدام كويسه جدا قيمه مقابل سعر قلنا خدمات صيانه وخدمات ما بعد البيع تكون ممتازه فيها غير كده انا ما بحبش اي شركه تانية. طيب عندي مصطفى بيقول لي مين المراجع الكويس من وجهه نظرك حدد واحد. طبعا كل المراجعين اخواتي وزمايلي وكلهم بالنسبه لي انا كويسين جدا وما عنديش مشكله مع اي حد فيهم ولكن يعني من افضل المراجعين ليا انا عندي مجموعه معينه من الناس اللي انا شخصيا بحب اتفرج عليها. عندي يحيى رضوان من الناس الكويسه جدا ان انا بحب اتفرج عليه. عندي صلاح حامد وعندي كمان فيصل السيف واحمد بوعريكي دول 4 يوتيوبر عندي مفضلين او بحب ان انا اتفرج عليهم باستمرار بصراحه. محمد ايمن بيقول لي هو انتوا تقنيين يعني بتحبوا الموبايلات منين بتجيبوا الموبايلات منين قبل نزولها مصر ونصيحتك لاي تقني بيبتدي؟ احنا طبعا بنجيب الموبايلات اي شركه قبل ما بتنزل اي موبايل بتبعته بتقول لك خد اقدر ان انت تتفرج على الموبايل وتقدر كمان تجربه وتستخدمه وتقول فيه مميزاتك وعيوبك فدي طبعا دي اي شركه هي اللي بتتواصل معنا. اما بالنسبه عن نصيحتي لاي تقني بيبتدي ما تعتمدش على شركه حاول اجتهد حاول ما تتكلمش على موبايل مش في ايدك بمميزات وعيوب ممكن تتكلم عليه كانطباعات يعني انت تقول انا حاسس الجهاز بس اهم حاجه تتكلمش على اي موبايل انت ما مسكتوش وتقول بقى عيوب خطيره وانت اصلا الجهاز مش في ايدك وتاخد لقطات من فيديوهات تانية. دي اهم نصيحه لاي تقني عايز يبتدي. هلال بيقول لي هل بلوتوث 5 بيفرق في استقبال الشبكه وقوه اشاره الواي فاي في الجهاز عن بلوتوث 4.2 ولا مفيش فرق غير في سماعه البلوتوث والمدى بتاعها؟ بلوتوث 5 طبعا ليه حاجات كتيره جدا ولكن هو بيفرق في الحاجه اللي انت هتوصلها بيه يعني البلوتوث حاجه والواي فاي حاجه ومستقبلات الشبكه دي حاجه تانية خالص ولكن بلوتوث 5 هو بيعتبر افضل من ناحيه استهلاك الطاقه وكمان المدى بتاعه بيكون افضل وكمان سرعه التوصيل بتاعته بتكون افضل بكتير جدا وان انت كمان تقدر توصل عليه اكتر من جهاز لو السماعه او الشيء اللي انت هتوصله عليه بيدعم الخاصيه دي. كرولوس بيقول لي اوبو رينو 2 اف بسعر 5300 جنيه هل سعره كويس ولا غالي بسبب ضعف المعالج؟ مين يا جماعه اللي قال ان المعالج بتاع الرينو 2 اف معالج ضعيف؟ مالكش دعوه بالارقام خلينا في تجربه الاستخدام. لا المعالج مش ضعيف اطلاقا بل بالعكس يعني المعالج كويس جدا جدا والمعالج ده حلو بشكل مش طبيعي طول ما هو كومباتبل مع واجهه كلر او اس فلا المعالج مش ضعيف سعره كويس لو عايزين بقى تعرفوا مميزات وعيوب ليه لان اكيد مفيش جهاز مفيهوش عيوب تقدروا تشوفوها من رايي هنا او هنا. عبد الرحمن اكرم بيقول لي دلوقتي انا معايا شاومي مي 6 فلاج شيب من 2017 وهغير في رينج ال 10000 جنيه الاختيارات اللي قدامي مي نوت 10 وكمان وان بلس 7 ونوت 9 اللي يهمني في التغيير لون ابيض 128 ايدج بطاريه العاب انا اخري نص ساعه الى اخره. لا بدون اي كلام خالص وان بلس 7 يعتبر الجهاز الفلاج شيب اللي انا برشحه من فئه 7000 ل 8000 جنيه. ايمان السيد بتقول لي هو مش سؤال بس حقيقي انت انسان محترم جدا وتستاهل كل خير ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا ايمان وتسلمي جدا على كلامك الحلو ده بصراحه وتعليقاتك الايجابيه دي يا جماعه فعلا بتفرق معايا وبتشجعني ان انا اكمل محتوى. بس كده يا شباب ده كان كل حاجه عن فيديو الاسئله المره دي وان شاء الله كل شهر هيكون لينا فيديو اسئله فانت لو عندك اي سؤال عايزني اجاوب لك عليه اكتبه لي تحت اسفل الفيديو ده لان انا الشهر اللي جاي هاخد فيديو الاسئله من هنا من على الكومنتات دي فاكتب لي اي سؤال تحت انت عايزه ويا رب اكون قدرت اوفي اكبر قدر من الاسئله. طبعا يعني انتوا ما شاء الله سالتوا اسئله كبيره جدا فانا يعني خدت منها الجزء اللي هو متشابه واللي عليه طلب كتير جدا وجاوبت عليه. ما تنسوناش بقى يا جماعه من اللايك عشان الفيديو ده يكبر يوصل لاكبر عدد من الناس فعلا ويقدر يفيدهم بمعظم الاسئله اللي انتوا سالتوني واديني وعدتكم اهو اوفيت انا جاوبت بكل الاسئله بدون خطوط حمراء حتى عن اسئله التليفونات اللي بتضايق كتير جدا من المراجعين. فعلوا الجرس اشتركوا في القناه وتفعيل الجرس مهم جدا عشان يوصل لك الفيديو بمجرد نزوله. كان معكم محمد طايل اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه جايه كتير جدا دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.